السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة نادي ليفربول أمام نادي تشيلسي اليوم بإذن الله تعالى الأحد 20/10/2024، مباراة في الجولة الثامنة، جولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 7:30 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 5:30 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 4:30 عصرا مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3:30 عصرا مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة ناقلة للمباراة متابعينا الكرام هي قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق المتألق عصام الشوالي، وكذلك بي ان 4K والمعلق المتألق عصام الشوالي ايضا، والملعب ملعب الانفيلد. الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.